فيها حاجة حلوة، دايما فيها حاجة حلوة، وعين هذا البرنامج دائما على الحاجة الحلوة. الحاجات الوحشة شايفينها، وفي ناس بتحاول تفتش عن الحلو تخليه وحش. احنا عيننا ان احنا ندور على الحلو بجد، الحلو اللي يدينا طاقة امل واللي يخلينا نتحمل الضغوط اللي احنا متعرضين ليها. حتما متعرضين لضغوط، وحتما الظروف صعبة، وحتما الشعب يعاني، ولكن في ناس بتشتغل وحريصة انها تنجح، وحريصة انها تسجل ارقام تلفت انظار العالم. اليوم اتحدث عن فريق طبي في جامعة طنطا تحت اشراف الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية بمحافظة الغربية. هذا الفريق اجرى عملية من اعقد عمليات الاورام، وهي استئصال سرطان متقدم باللسان لرجل عنده 60 سنة. هذا السرطان عادة في مثل هذه الحالات ما بقاش في علاج. الفريق الطبي استأصل اللسان ونظف وشال الورم، ثم صنع لسان وركبه لهذا المريض. ما هي حالته؟ كيف تمت هذه العملية؟ هل هي العملية الأولى من نوعها في مصر؟ هل هذه عملية تسجل عالميا ولا لا؟ خلونا نعرف التفاصيل بدل ما احكيها لكم من الأستاذ الدكتور أحمد غنيم. مساء الخير يا دكتور أحمد. مساء النور أستاذ خيري وسادة المشاهدين، ازي حضرتك؟ أهلا بك يا فندم، أحييك وأهنئك وحضرتك وكل الأساتذة العظام اللي شاركوا في هذه العملية. شكر جدا جدا. دكتور أحمد، ممكن تقول لنا تحكي لنا ما هي هذه العملية وما هي صعوبتها؟ هي زي ما حضرتك ذكرت فعلا، هي بس الحقيقة سيدة عندها 60 سنة. سيدة، نعم. هي كانت بتعاني من ورم في اللسان، وغالبا الأورام اللسان بتبقى كفاية في ناحية واحدة أو في جهة واحدة، ولكن هي الورم كان موجود في الجهتين من اللسان ومنتشر إلى العضلات وما تحت العضلات وللرقبة. فكان لازم هنا في الحاله اللي زي دي ان هو اللسان يتشال بالكامل، وكمان يتشال الغدد الليمفاويه في الجهتين للرقبه عشان نقدر نستأصل الورم بالكامل. كان عارفين اللسان، او يعني اللسان كعضله ماسكه في عضلات الرقبه وماسكه في الفك، فطبعا كان لازم مهم جدا ان يبقى في تدخل جراحي. تدخل جراحي عباره عن اتشال اللسان بالكامل، وبعد إزالة اللسان وإزالة الورم، طب إحنا في الحالة اللي زي دي المريض ما نقدرش نسيبه من غير لسان، لأن هو مش هيقدر يبلع، مش هيقدر حتى، مش مسألة إن هو كمان يتكلم، اللسان مش هيقدر يعني يحرك الأكل جوه بقه، بالتالي مفيش بلعوم، بالتالي في التنفس، يعني حياته مش هيعيش. بالضبط كده، يعني أيتها ممكن تعرضه إن الأكل ينزل مباشرة، بدل ما ينزل على القصبة الهوائية، يعمل التهاب في الرئه، ويعمل يعني هيدخلنا في قصه مش هيقدر يبلع ريقه ويتحكم في بلع ريقه اللعاب بتاعه، يعني قصه. فكان لازم الاجراء الاخر الاستكمالي ان احنا نزرع لسان تاني. فطبعا يعني سريعا بيتاخد من الدكاتره التخدير والدكاتره الاورام، علاج الاورام سوري، دكاتره التجميل والاورام، بياخدوا شكل اللسان اللي هو بيتشال ومقاساته، ويبتدي ناخد من الساعد من عند الايد، يعني من الساعد الامامي، وغالبا بيختاروا الايد الشمال، بياخدوا عضله وبياخدوا معاها الاوعيه الدمويه، بتبقى في المنطقه دي بتاع الساعد من هنا، المنطقه الطريه دي. نعم بالظبط كده. نعم، ياخد العضله دي ويبتدي يشكلها بنفس المقاسات، وينقل الاوعيه الدمويه سواء شرايين او اورده او اعصاب او خلافه، ويبتدي بقى تتعمل جراحه ميكروسكوبيه، ان هو ازاي يوصل شريان بشريان ووريد ووريد واعصاب باعصاب وعضلات بعضلات عشان يحصل على شكل لسان يقدر يساعد المريض انه يبلع، يقدر يساعد المريض يطلع حتى ملافظ الكلام او مخارج الحروف. يعني بيتحرك عادي، بياخد اوردر من المخ ويتحرك اللسان؟ بيتحرك عادي، ولكن بس يمكن الفرق البسيط هو طبعا حاسه التذوق، لانها طبعا ما مش مهم بتمشي على دي. هو بالظبط طبعا عملية كبيرة. الغدد بيتعمل فيها حاجة يا دكتور؟ الغدد اللي تم استئصالها دي، هل الغدد طبعا بتتبعت للتحليل عند أساتذة الباثولوجي، وبيتقيم برضو الورم، لأن بيتقيم مثلا درجة الورم وانتشاره قد إيه. لا، لكن ما بنقدرش نزرع له غدد، ده اللي أنا أقصده. لا، ما بنزرعلوش غدد، يعني بتقوم غدد أخرى بقى في الرقبة فيما بعد، تبقى هي الصف الثاني، ما يعني ما هياش الزراعة، لكن هي الغدد دي، لأن هي بتبقى هي زي الفلاتر اللي بتبقى بتمتص الخلايا السرطانية، فإحنا بنستأصلها بنشيلها، بنبقى عاملين كجزء من نوع عدم ارتجاع الورم تاني أو
يعني حسب بقى بتقاس نسبه درجه تطور السرطان نفسه او الورم نفسه بناء على حجم الغدد الموجوده وارقامها وعددها ومكانها، بنبقى عارفين ان خط سير الورم مشي في انه خط من الانسجه اللي فيها او الانسجه الوريديه والشرايين اللي حواليه. هي الحمد لله طبعا عمليه كبيره 13 ساعه. قعدت 13 ساعه. كنتوا كام دكتور بتشتغلوا فيها دكتور احمد؟ دكاتره من التجميل حوالي 12 دكتور، دكاتره من جراحه الاورام طبعا عندنا واحد جراحه الاورام دكتور محمد مليس لو موجه له الشكر، والدكتور حسام رمضان والدكتور محمود درغام من جراحه الاورام، وكمان التخدير بقى حضرتك متخيل التخدير بتاع الحاله ازاي؟ احنا التخدير ما عارفين احنا هو بيدخل الكيوب او كل الاجراء بيتم من القصبه الهوائيه، طب احنا شغالين وقافلين عليها، فدي محتاجه موقف مهارات. صعب قوي، موقف صعب جدا. ثم دور برضو دكاتره التجميل مع دكاتره جراحه الاورام الجراحه الميكروسكوبيه ان هم يوصلوا بقى زي ما قلت حضرتك الشرايين وخلافه والاوعيه والجزء بتاع الاعصاب عشان تصل العضله بنفس المقاسات، وربنا الحمد لله وفق. واحنا طبعا 13 ساعه يمكن في مع دكاتره الاورام هي مش رقم كبير لكن لينا كبير طبعا، ولكن كله عشان سلامه المريض وتحقيق. طب طمنا على حاله المريضه دلوقتي. حاله الحمد لله مستقره جدا، وبيتم وضعها بقى لمن دكاتره علاج الاورام والجراحين ايه هو الخطه الاخرى سواء لها علاج اخر بناء على تحاليل الباثولوجي بقى ان هي تاخد هل علاج بالاشعاع او علاج كيميائي فيما بعد. نعم. لكن الامور الحمد لله مستقره والحاله للمريض الحمد لله. الحمد لله. دكتور احمد، هل هذه حاله متكرره؟ يعني اتعمل عمليات زراعه لسان في مصر في الاورام قبل كده؟ هل تم عملها في جامعه طنطا قبل كده؟ يمكن هي الغريب يمكن مش بنفس الصوره، ممكن يكون جزئي للسان لكن الكامل بالمنظر ده، وان الورم زي ما ذكرت لسيادتك في البدايه انه موجود على الناحيتين في الجنبين مش في جنب واحد، هو دي الغرابه، فكان استئصال كامل من العضلات من مقر عضله اللسان داخل الرقبه وداخل تجويف الفم او يعني باطن او قاع الفم نفسه وقاع الرقبه ويعني والفك، فطبعا هو ده التنظيف وان احنا نوصل الاماكن دي ونعيد يعني مش قول تخليقها، نعيد اعاده العضله لمكان طبعا ارتباطها بالاماكن العظميه دي عشان الحركه تبقى موجوده والمريض يقدر يبلع ريقه ويقدر يبلع الاكل ويحرك الاكل جوه بقه ويقدر حتى يساعد في تخريج مخارج الكلام، دي كلها حاجات حيويه جدا للمريض الحمد لله. الدكتور احمد، في مثل هذه العمليات لما بتعملوا عمليه كبيره زي دي وبيبقى فيها حاجات جديده، ما هي الخطوات؟ هل بتنشروا ده في دوريات علميه؟ هل بتخطروا مؤسسات دوليه؟ يعني تبقى العمليه تحت العين يمكن الاستفاده بيها، فايه اللي بيتم في مثل هذه الحالات؟ بص حضرتك طبعا هو في طريقتين للنشر، لو في عدد الصوت راح العيادات بتاعتها يعني. لا تاني يا دكتور عشان الصوت راح في الجزء ده. بالنسبه زي ما حضرتك ذكرت النشر العلمي لا يقتصر على حاله واحده الا لو كانت حاله غريبه لا تتكرر. نعم. ولكن هنا غرابه الحاله زي ما قلت لحضرتك. أيوه. هي غرابتها في انها موجوده على الناحيتين. أيوة. لكن هناك مجموعه من الاورام في اللسان بيتنشر بيبر كامله عن نشاط مستشفيات جامعه طنطا او مستشفى التعليم الفرنساوي بجامعه طنطا، ان احنا خلال مثلا الخمس سنين اللي فاتوا نقدر نقول عدد حالات الاورام سواء بقى جت في الحلق جت في اللسان جت في الفك ازاي ان احنا نتعامل ويتحط زي نقول يعني قاعده اساسيه على الخبرات اللي اكتشفناها او الانواع اللي لقيناها اكثر وايه الحاجات المسببات ليها وايه افضل طرق العلاج، لان الدنيا بتتقدم سواء في طرق الجراحه سواء في طرق العلاج الكيميائي سواء في العلاج بالاشعاع، فهو ده اعتقد ان هي منظومه عمل متكرره في الجامعه بتستفيد كل خطوه بتبني ستيب اللي بعديها، وبناء عليه بنقدر نعمل البيبر او النشر في دوليه علميه سواء محليه مصريه لها رانك عالي او دوليه. طيب سؤالي الاخير، هل من ملاحظات حضرتك كعميد لكلية الطب في جامعة طنطا ومستشفى مستشفيات طنطا التعليمية الجامعية، هل في زيادة في الأورام الآن الأورام السرطانية؟ هو حضرتك لو احنا قلنا ان الوعي والمبادرات الرئاسية للكشف عن أورام الثدي وأورام القولون وأورام البروستاتا وأورام المثانة، يمكن نقدر نقول إن بقى هناك نوعين، نوع من منع مثل هذه الأورام من حدوثها تقليل حدوثها، وفي نفس الوقت بقت عدد الحالات المكتشفة كتير نتيجة التشخيص المبكر، وهنا الحالة بتبقى أفضل في العلاج، ممكن يبقى فيه جاست علاج كيميائي جاست علاج إشعاعي جاست استئصال أو يعني فقط استئصال جزء بسيط من الورم،
فالتشخيص البدري والمبادرات الرئاسيه يمكن جامعه طنطا مشاركه في مثل هذه المبادره، وبالمناسبه عندنا 3 و4 بما يخص المبادره الرئاسيه للقضاء على اورام القولون وعلى اورام الصدر والرئه والبروستاتا والمثانه يعني. فالحاجات دي كلها طبعا المبادرات الرئاسيه دي فعلا حطت الامور والامكانيات اللي الدوله وفرتها لمستشفيات جامعه طنطا من ميكروسكوبات ومن تعليم لاولادنا اللي سافروا بره وحصلوا على شهادات اجنبيه سواء في دول غربيه او في امريكا، كل ده اتنقل رجعوا تاني لقوا الامكانيات موجوده يمكن افضل او زي ما كانوا بره موجودين، فده اللي ادى لنجاح. هي منظومه متكامله على بعضها ادت لهذا النجاح. بشكرك جدا دكتور احمد غنيم عميد كليه الطب بجامعه طنطا والمشرف العام او المسؤول العام عن المستشفيات الجامعيه في الغربيه. حاجه تشرف وحاجه تفرح، عندنا دكاتره عظام عظماء وبنعمل عمليات بس كله بيضيع في الهيصة، لكن نحن فخورين جدا بأساتذتنا وعلمائنا اللي موجودين في كل مستشفيات مصر.